والتوزيع تقدم
سابقاً في الأب الروحي. ملف ده هتاخديه توديه لأخوكي حسن في الدار تسلميه له بنفسك. ايه ده فيه؟ ايه ده؟ ياسمين! لحقني ايه؟ يا انت لو كان معاها ده معناه ان في مصيبة. عملت ايه في موضوع ياسمين يا حربي؟ بصراحة رئيس لسه مش عارفين هي فين، بس اياد في المستشفى مخبوط في بطنه. قوم ياض في حكومة مرشقة في المنطقة، قوم خد البنت دي بسرعة وطير على خالتك هناك. اكبر وتعلم عشان تعرف تاخد حقك من اللي ابوك زير حرمك منه سنين ورماك زي الكلب قبل حتى ما تتولد. حسن وامير كانوا اخر ناس جابوا المون، عمار شهد ان هما ما كلوش مع العيال من الاكل اللي جابوه، عشان كده حبستهم شهر عقبال ما نحقق معاهم. بتحب ايه في عبد الله ده بس؟ من ساعه ما وعيت على الدنيا وقلب رايد. ادعي لي يا عيشه يبقى من نصيب. هات رجاله جداد كده على كيفك وتروح على القصر توضب وتروجوا عشان فرحك على بنتي عيشه. عيشه ايه؟ مش عارفاني؟ انا اخوكي فرع الحواري يحيى زين العطار من ورا يا اختي. في عمليه كبيره بيحضر لها العطارين، انا عاوزك تكون جاهز عشان لما المعلومات دي تكتمل هقول لك امتى تتحرك. مش بيقولوا اللي بيحب بيسامح؟ وانا بحبك. انا يوم ما عرفت ان انا حامل خفت لا تفتكرني ان انا خاينه. بس الواد ده ما ينفعش يجي دلوقتي، وانا مش هنزل الواد ده يا زكريا. لعبنا بالليله. ايه مسك ده؟ العول قتل بابا وماما. هسألك سؤال، لو جاوبتيني عليه هديك الدبدوب ده ليكي خالص. هو انت الصبح كنت خايفه من حرب اللي هو شكله خوف؟ ده العول قتل بابا وماما، انا بشوفه كل يوم في الحلم، خايفه يقتلنا انا كمان. طب تضيع عدالي زي تماثيل اسكندريه كده؟ طب اعمل ايه؟ اعملي اي حاجه، قولي اي حاجه، اتكلمي قولي اي حاجه. انت عارفه انا ابقى مين الاول؟ طنط ام يحيى. اسم الله عليكي. ايوه انا طنطك هناء ام يحيى، اخوكي يا عيني، وكنت في يوم من الايام مرات ابوكي، بس مرات الاولى. كنت زي القمر واحلى من امك، الفرق اللي بيني وبين امك ان هي عامله زي صنافور المحطه. واديه 8. ايوه خش هات لي الدفى ازاز الساعه من الثلاجه، احنا عارفين الاصول والواجب برد. من عيني. عينيك يا قاضي تعجبا بيت امك، هاتها من الثلاجه. جرايا يا طنط، انتوا عندكم ثلاجه اصلا؟ وجع في بطنك. انزل اجيبها من الكوش. يلا. هي الاصول ان انتوا تخطفوني؟ الاصول تضربوا خطيبي؟ الله اعلم هو فين دلوقتي، عايش ولا ميت؟ احنا ما بنموتش حد ولا لينا دعوه باي دم. مش هتلبسينا مصيبه واحنا قاعدين؟ احنا يا بنت زين مش عايزين حاجه غير حقنا، وزي ما انت قلتي يحيى اخويا يعني زيه وزيك انت واخواتك، واحنا بقى ماشيين بالاصول لحد دلوقتي، بس الحق ده لو ما رجعش هيبقى فيه دم، ودم كتير قوي يا بنت جيهان. بس انتوا لو ليكوا اي حق زكريا اخويا هيديه لكم، انما يحيى ما جابش سيره اي حق. عشان عيل خايب. انا تقريبا ما بسمعش من بيت العطار غير الجمله دي، انتوا لو ليكوا حق هتاخدوه، احنا ما بناكلش حق حد، وفي الحقيقه انتوا ما بتعملوش اي حاجه غير اكل الحق. ما تستغربيش قوي كده، اكيد ابوكي لما حكى حكى الحاجات اللي تخليه ملاك، بس انا بقى ممكن احكي لك الطبعه الثانيه من الحكايه، بس ركزي معايا وانا سمعك. بقى انت يا حسن يا عطار اللي تعمل كده في اخواتك. اخس. انا عملت ايه يا عمار؟ وليه ماشي ورا كلام سميح؟ حسن! انا بمشيش ورا حد وانت عارف. انا بمشي ورا اللي بشوفه بعيني وبسمعه بودني. وبعدين حرام عليك امير. ايه دخله في اللي انت بتعمله ده؟ هو انت عايز توصل ليه بالظبط؟ يا ريت تقول كلامك كله مرة واحدة. اللي هقوله هخليه للمحاكمة مرة واحدة يا حسن. ايه ده؟ هو انت ما تعرفش ان المحاكمة هتتعد؟ طب هو انت ما تعرفش احنا ليه نقف اوضتك يا ابو علي؟ لا اكيد انت عارف، بس هتعمل نفسك مش عارف. خسارة يا حسن. يا ميت خسارة. هانت يا امير، هانت، كلها سواد الليل وهتخرج من هنا. يلا بقى يا ابو علي، مضطر اسيبك، اصل انت وراك بكره يوم طويل. العيال عامله ايه دلوقتي؟ العيال بخير يا امير.
ربك كتب لهم عمر جديد. بس حسن ما ظنش. بالإذن. ابقوا اضغطوا كويس يا ولاد. أنا ما عملتش حاجة يا أمير. ما عملتش حاجة. حسن مهما اتضايقتي منك أنا عارف إنك ما عملتش حاجة. أنت عارف كويس إن عمره ما أذي إخواتي. ده أنا روحي فيهم. يا أخي طلعت روحك. هو الكلام الحنان ده حسن اللي موديك في داهية. دلوقتي بقى الكلام الحنان مش عاجبك؟ مش ده اللي انت كنت زمان بتحبه؟ كنت متخيلني اقعد اكتب لك شعر عشان تديني الست بتاعت اللبن؟ فاكر بتاعت اللبن لما كنت بتيجي تبص عليها في الشباك؟ ايوه بس ما كنتش بحبها يعني. دي كانت كسرة 80 ما تبقى امراض الشيخوخة على ما اظن. الواد عزيز كان بيحبها قوي. اللي هو اصلا فيه نص عنها. عزيز فيه نص عنها؟ استغفر الله العظيم منك لله يا عم. عشان كده ربنا بيعاقبنا باللي احنا فيه دلوقتي. ايه يا حسن كنا صغيرين قوي. يا ريتنا ما كبرنا. يا ريتنا فضلنا صغيرين. نقعد نتلم حوالين الشيخ سلامه يحكي لنا حواديت يقول لنا شعر. غاوي انت شعر زي ابويا. كان نفسي اطلع اقول شعر برضه. تقريبا هيطلع ابوك انت مش ابويا. انت بتقول فيها؟ يا ابن الشيخ سلامه دوت اكتر من ابويا. ما تزعلش مني يا صاحبي. تعرف يعني انا ما بتعصب بقول اي حاجه. يا عم عارف ان انت بق. وانت كمان اتضايقت عشان الموضوع بتاعت اللبن صح؟ صح؟ يا عم الله يرحمه يا كمان بقى. بعتيني يما؟ اهدى. بعتك؟ طب يا ستي بعتك بالغالي. ولا انت متعوده تتباعي بالرخيص يا بنت بطني؟ ايه؟ فاكراني مش واخده بالي باللي بينك وبين صالح؟ صالح وتخالي؟ لا وتخالنا. شوفي يا عائشه، صالح مش هيبصلك ولا يفكر يتجوزك. عيلتي كبرتي نزلتي اتعلمتي، يوم ما يفكر يتجوز هيروح يتجوز واحده من معارف ابوه. احنا ايه؟ احنا يا دوبك بيرموا لنا الفكه كل اول شهر. فاهمه يا عائشه؟ وإذا كنت بعتك يا أختي زي ما أنت فاهمة عشان أخليكي ست القصر ده كله وتعيشي في العز ده وتبقي مرات الكبير، يبقى بعتك يا عائشة. اضحكي يا بت، بلاش التكشيرة بتاعت عبجادر دي. اضحكي. عبد الله رايح يجيب المأذون وزمانه جاي. ما بحبهوش يما، ما بحبهوش. هبص في وش أختي كيف تاني وأنا عارفة إنها عشقاء. أختك يا أختي بلا أختك بلا أمك. المثل بيقول لو كان حظك في حجر أختك اخطفيه واجري. شوفي بقى، لا هي هتتجوز عبد الله ولا انت هتتجوزي صالح، واني اتجندلت بستين نيله مع ابوكي. فاهمه؟ شوفي بقى، يعني لا تعايريني وعايرك، الهم طايلني وطايلك يا بنت بطني. وانت ليه عايزاني اعيش نفس العيشه اللي انت عشتيها؟ ليه عايزاني اعيش مع واحد ما طايقاش ابص في خلقته؟ ليه عاوزاني اتجهر زيكي؟ يا اختي اتجهري. اتجهري وانت ست القصر ومرت الكبير احسن ما تتجهري وانت في المزبلة دي. بصي يا عائشة اسمعي مني يا بنتي، في الدنيا دي مش كل حد بيعرف يعيش مع اللي بيحبه ولا بياخد اللي عايزه، وده كان اول درس خدته من اخوي زين وعمري ما نسيته. اضحك يا بت، اضحك الليلة فرحك وعدلي خلقتك. احنا من امتى بنقتل ستات؟ الست شافتنا يا ريس، اسيبها توقعنا؟ ولا اخلص من الخطر قبل ما يخلص علينا؟ على فكره يا ريس، البنت اللي عندك دي انت لازم تخلص منها عشان دي بقت خطر علينا كلنا. حربي ما تعديش حدودك، انت كده بقت خطر عليا انا شخصيا. تمام يا فندم. لا خلاص ما تحتلش هم، ان شاء الله في الاجتماع مع سياده المحافظ انا هقول له الكلام ده. في رعايه الله. في رعاية الله، مع السلامة. طب اتفضل انت. تمام عليك. ايوه. مش انا قلت لك مليون مرة ما تتصلش بيا في الرقم ده الا للشديد القوي؟ ما هو ده الشديد القوي يا محسن باشا. خير؟ خير. خير ان شاء الله يا محسن باشا. يلا
انت ناوي تتعبني معاك ولا ايه؟ ما تقعد صياد. خلاص يا حربي سيبه، انا ما بحبش اتكلم كتير. الله الله العظيم ما اعرف حاجه. نعيد تاني الكلام، انا ما بحبش اتكلم كتير. الله الله العظيم ما اعرف. هو انا سالتك عشان تحلفني؟ هترد؟ هتجاوب دلوقتي؟ ها جاوب عليك. عربيتك كانت بتعمل مع العيال دي ايه؟ وانت ايه علاقتك بيهم؟ عربيتي مسروقه بقالها اسبوع، ما اعرفش عنها حاجه، والله ما اعرف عنها حاجه. وانت بتشتغل ايه؟ شغال في السياحه. بتشتغل ايه في السياحه؟ سواق بعربياتي. تأكدوا لي من المعلومة، شوفوا إذا كانت مسروقة فعلا ولا لا، ولو طلعت مسروقة تعرفوا اتسرقت في أي منطقة، وتجيبوا لي كل اللي ليهم علاقة بسرقة العربيات في المنطقة دي لغاية هنا، والواد ده ما يتحركش، يفضل مرمي لغاية ما تتأكدوا. اسمعوني زين يا رجالة، أنا لما بقيت رب الدار دي عهدت نفسي وعهدت الله إن يبقى عندي ولاء وعد ووفاء للدار دي ولإخواتي وولادي من أهل الدار، والعد يلزم التحري. قولوا لي ليه؟ عشان الحكم يبقى عادل وصحيح. أو حسن وأمير كانت تهمتهم الأولى إيه؟ إن هم خانوا الأمانة، ما عرفوش يحافظوا عليه، وأنا عمري ما كان يجي في بالي ولا في بال أي حد إن حسن وأمير يطلعوا خاينين. دي لقيتها في صندوق حسن العطار، سم فران حسن العطار حط السم في الوكل لإخواته من أهل الدار. اللي قوليلي يا خالتي، هي مين البت اللي أنا شفتها طالعة مع تمانية دي؟ أنا عارفة يا أختي، ما جايب المحروس. هو الواد ده مفكر البيت ده مخور ولا إيه؟ وأنت من إمتى بتوافقي على الكلام ده يحصل في بيتك يا أم يحيى؟ أعمل له إيه؟ هو من ساعة ما ربنا فتحها في وشه ومحدش عارف يكلمه، ومش عارفة اشمعنى البت دي بصراحة. تلاقيه غلط معاها ولا يمكن دخل مزاجه. يا لهوي، هو اليوم باين من أوله، أهو ده اللي باخده منكم. أنا داخلة أنام. مالك؟ تأخر عليكي؟ هو مين ده؟ اللي جايبك هنا يحيى بيه. هو فين يحيى؟ انا عايزاه ضروري. ده انت بجحة قوي، ومش عايزاني اقول له حاجه كمان؟ انا مش عايزه اي حاجه، انا مش عايزه حاجه غير اني امشي من هنا. ساعديني امشي من هنا بس. هو انت اصلا كان في حد مسك فيكي؟ ما تمشي. قوليلي، هو بيحبك؟ هو مين ده اللي بيحبني؟ يحيى ده اخويا. بلاش بقى تكدبي عليا وتقعدي تقوليلي اخويا ومش اخويا. لو بيحبك قوليلي. هو خلاص ما بقاش بيرد عليا ولا حتى بيكلمني، بس حرام عليه يجيبك لغايه هنا وانا اشوفك. ده انا برضو لحم ودم يا ناس وما استحملش. يحيى اخويا بجد، انا بنت زين العطار ابو يحيى. بجد والنبي؟ امال ليه خالتي هناء بتقولي يا بنت اللذينه؟ يا خالتي هناء طول عمرك مره سوي وانا عارفاكي. ماشي، وانت بقى يا بنت العطارين جايه عندنا هنا تعملي ايه؟ معرفش، خطفوني وجابوني هنا. انا مش عارفه اصلا هم جابوني هنا ليه، مش عارفه هم عايزين مني ايه، ومش عارفه هيسيبوني امشي امتى. بقولك ايه، هو انت ممكن تكلمي اهلي؟ انا ممكن اديكي الفلوس اللي انت عايزاها، بس كلمي اهلي وقولي لهم ان انا هنا. وحياة امك،
جيت السكه غلط يا حلوه. انا متخانقه مع يحيى لكن ابيعه لا. اكسكيوز مي، القلق اللي كان تحت خلص خلاص، يلا عشان نرجع المخزن تاني. ايوه يا سيدي، مين قدك بقى النهارده؟ حبيبك خلاص هيقع. هو حبيبي لوحده يا اكرم بيه؟ ده حبيبنا كلنا اللي جاي وجايب معاه الدبوره. ايوه بس يعني ايه اللي يخلي محسن بيه يهتم بعمليه كبيره قوي كده؟ مش عادته يعني، ما انت عارف. وش معلومات مؤكده. عمليه متسلمه ومتقشره. يقول لا لا ليه؟ ما كان بيقول لا زمان يا جو، ولا ناسي؟ يا معلم احنا في النهارده. نركز في النهارده. وبعدين محسن باشا عارف ان زكريا هو اللي ورا موت متولي. ومعرفش يثبت عليه حاجه. ودي فرصته. يا اكرم محسن باشا مش وحش زي ما انت فاكر. لا، ده كان زيه وزيك زمان. وبعدين كده واضح ان زين العطار باع له الباعه صح. تفتكر ان هاشم الدهبي هو اللي مسلم زكريا؟ انا افتكرت على فكره. في واحد اسمه هاشم كلم محسن بيه وانا قاعد عنده في المكتب. ولما محسن بيه خد باله ان انا خدت بالي من الموبايل خرجني بالطريقه. يعني مصر كلها ما فيهاش غير هاشم الدهبي واحد؟ والله يا جون احساسي بيقول لي ان هو هاشم الدهبي. والله احساسك ده هو اللي ودينا في ده. يلا يا عم، يلا ورانا شغل كتير النهارده، اليوم لسه طويل. ايه يا عيشه عايزه ايه؟ انت ليه عملت فيا كده يا صالح؟ يا بنتي واحنا هنعيده تاني؟ في ايه؟ انت فاضيه ولا مراكيش حاجه تعمليها؟ مالك؟ رد عليا يا صالح. ليه ما رضيتش تتجوزني وهملتني ليه؟ عشان مش قد المقام صح؟ صح ولا لا؟ مقام ايه وكلام فارغ ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مالك؟ بقول لك ايه يا عيشه؟ اهدي عليا شويه عشان انا فيا اللي مكفيني. ارجوكي. هبقى اكلمك بعدين، هبقى اكلمك بعدين يا ستي. ما بكيش فيها بعدين. خلصت خلاص يا صالح، خلصت خلاص. تمام يا بنت عمي، سلام. تعالي يا بنتي تعالي، سيبك من اللي انت بتعمليه ده، انا مش ضيفه. ده شاي يا ريهام مش حاجه. مالك يا ناديه في ايه؟ انا حامل. نعم؟ من مين؟ زكريا. زكريا؟ ازاي زكريا متجوز؟ اصل انا ما لقيتش حد غيرك استأمنه على السر ده، بس والنبي ما تقولي لحد. لا دي حاجه ما تتقالش اصلا. انا عارفه بقى. طب وهتعملي ايه طيب لما يبان ان انت حامل؟ لا ما هو زكريا قال لي ان هو هيعلن جوازنا. جوازكو؟ هو انت وزكريا اتجوزتوا؟ ازاي يعني؟ وبعدين انا عارفه ان زكريا اصلا ما بيخلفش. لا ده العيب طلع من مراته. طب ده انت المفروض تفرحي. افرح؟ ده انا هموت من الرعب. انت في بطنك دلوقتي اهم واحد في عيله العطارين، حفيد زين العطار. ويبقى بقى حظك ونصيبك لو جبتي له الولد. تصدق ان عم حسن يعمل كده يا عم عمر؟ قلت لك الف مره حسن وامير غيرنا. هقول من تاني، حسن ولد زين العطار انا نفسي مطلع السم ده من قطه من الصندوق بتاعه في نفس اليوم اللي نص عيال الدار اتسمموا فيه. والله العظيم ما حصل، البتاعه دي ما كانتش في اوضتي. حاسب على كلامك يا حسن، شوف بتكذب مين. انا مطلع السم ده بنفسي وانا بفتش اوضتك. وكان معايا عمار. عمار جرب. كنت معاي وانا بفتش اوضه حسن ولا لا؟ كنت معاك. قبل ما تقول على اللي شفته احلف الاول. وحق كتاب الله، العلبه دي كانت من صندوق حسن العطار. ها قلت ايه؟ انا هسم اخواتي بعد السنين دي كلها؟ انت بتسالني ولا بتسال نفسك يا حسن؟ ماشي يا عم سبيح، لو فرضنا ان العلبه دي كانت في اوضه حسن، مين بقى اللي قال لك ان اللي فيها ده سم؟ عزيز اللي اتصدم فيك يا حسن. عزيز دوب السم وسقاه لحمامه، الحمامه ماتت. وعزيز قافل على نفسه.
والله العظيم ما حصل. ما اديتلكش حق الكلام يا حسن. الحكاية باينة، لو عندك حاجة قولها، ما عندك شيء ما تتكلمش. أنا بكلم إخواتي اللي في الدار، إخواتي اللي عارفيني كويس، ومش بكلم أي حد تاني غيرهم. أنا عندي كلام كتير ممكن أقوله، بس عارف إنه ملوش أي لازمة. عارفين ليه؟ عشان الحكم مش في ايديكم، بس انتوا تصدقوا ان انا ممكن اذيكم؟ ولو فعلا صدقتوا يبقى هو ده العقاب، والموت هيبقى ارحم كتير. ساعتها حتى الموت مش هيبقى ليه اي لازمه. ساعتها احس ان عمري كله كان مجرد حلم، حلم واتقلب لكابوس. ولو مش مصدقين دوروا على مين هنا وسطنا عايز يأذينا، وشايف ان ارواح اخواتنا حاجه تافهه بالنسبه له، قصاد ان هو ممكن يأذينا انا شخصيا. خلاص يا حسن، خلص الكلام ده. بدال يا راجل ما تعترف بالخيانه، لا بتزود عليها الكذب كمان، وبتشكك في اخواتك. دلوقتي مالكش كلام عندي، الحكم هيكون حالا دلوقتي. انا شفت ان حسن هو الابن الفاسد اللي بيهد في البيت الطاهر اللي بناها ابوها الله يرحمه. حسن هو قابيل اللي بيقتل اخواته. حسن هو الشيطان اللي بيجسد نفسه في صوره حلوه عشان يبان بيها قدامكم، وعلشان يكده الحكم على حسن لازم يكون قاسي. جبت لك العيال اللي سرقت العربيه يا ريس، وعرفت منهم مكان ياسمين. ومستني ايه؟ روح طربق الدنيا فوق دماغهم وهات ياسمين هنا. لما تعرف مين اللي عمل كده تعرف ان اللي رجعت لك قبل ما اعمل اي حاجه مع الواد ده. مين؟ يحيى العطار. مين يا وحش؟ انت مين يا يحيى؟ فين؟ مش موجود واسمه المعلم يحيى. وانت مين؟ انا الكبير اللي في الحته دي بالصلاه على النبي. انت الكبير؟ اه. خدوه في شنطه العربيه. الله الله الله. يلا يلا دوروا في شقه شقه، محل محل، بس مش خور ما يبرغ الا ما تعرف فيه. بيقولوا الحسنه تخص والسيئات عام. الحارة دي هتدفع ثمن اللي يحيى عمله. ياسمين 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 ياسمين. ده صوت زكريا. زكريا مين؟ زكريا اخويا. لا لا استنى، ما تعملوش حاجة، هو ما عملش حاجة. يلا زكريا. انت كويسة؟ الحمد لله. كبي كبي. هتجوزها عبد الله يا عيشة؟ تحاسبيش المسجون اللي القاضي حكم عليه يا رجية. أمك حكمت وعاوزة تنفذ. الحكم اللي هتنفذيه ده يا عيشة هيذبحني. ما لقيتيش غير عبد الله. ده أنا ما كنتش بعرف أحكي لغيرك. وأنا لا بحبه ولا رايداه. روح اسأل أمك. جاي تتشطري عليا أنا يا رجية؟ جاية لنا؟ أنا ما عاوزاهوش، يعني ما عاوزاهوش. أمك ما بتردش علي، ما عاوزاش تحط عينيها في عيني. قولي لهم أي حاجة يا عيشة،
هتتجوزي حبيب اختك؟ حرام عليكي يا رجعي، حرام عليكي. اروح اموت نفسي واريحكم؟ انا ماليش ذنب في كل اللي بيحصل ده. حرام عليا نصوح، انا اللي قلت لك ما عاوزاش حاجه من الدنيا دي كلها غير عبد الله، وهتاخدي مني؟ بقى حرام عليا، انا اللي طول عمري بعتبرك من واحنا صغيرين انك امي واختي وصاحبتي، بقى حرام عليا. روحي بص لنفسك في المرايه، شوفي مين اللي حرام عليا. عايشه رجاي، انا مظلومه زيكي، انا محكوم عليا بالاعدام وما عارفاش اتصرف. افهميني يا خيتي، احنا ملناش غير بعض. بس يا عيشة، بس انا ما بقاليش حد، انا عيلتي كلها ماتت، انا بقيت يتيمه يا عيشة. بعدين سمعت صوت زكريا بره ولقيت الجردات بتوعه بيفتحوا الباب. منها لله هناء وابنها، هيجيلنا منهم ايه غير كده؟ الحمد لله على سلامتك يا ياسمين، المهم انك كويس. خلاص بقى يا جماعه، ايه الاوفر ده؟ هتفضلوا تدلعوا فيها لحد بكره، بعد كده هتشوف نفسها ان محدش عارف يكلمها. يا ماما بقول لك ايه، شفتي اياد؟ لا لسه ما شفتوش، هشوفه دلوقتي. دلوقتي يعني ايه؟ لا طبعا، استريحي الاول، ومن هنا ورايح مفيش خروج من غير حراسه. طب هو كويس؟ كويس. امال زكريا فين؟ هو وصلني لحد هنا، وبعدين قال هيروح مشوار ويرجع على طول. روح شكلك حبيت اللعبة. نقول تاني؟ قشطة تاني. خطفته ياسمين ليه؟ هي هبت كده. هبت؟ اه. تعرف انا مين؟ تعرف اسمي ايه؟ لا. اعرفك، انا اسمي زكريا العطار. اسمي ايه؟ خلاص اسمي ايه؟ خلاص. خطفته ياسمين ليه؟ معرفش، هي أوامر وجات لي وأنا عملتها وخلاص. أوامر من مين؟ من يحيى بيه. الموفا إيه، مقلب زبالة. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقولة يا زينب ماليش رأي في جواز بنتي؟ أحط يدي في يد راجل اتفقتش معاه؟ وانت منيتها بتتفق على حاجة يا عبجال؟ ما طول عمرك بتعمل اللي بقولك عليه، ايه الجديد؟ عشان ما اكسرلكيش كلمة يا زينب، ما زعلتيش، ما حبكيش تزعلي مني. خلاص اعتبر نفسك اتفقت، واعتبر نفسك حطيت ايدك في ايده، واعتبر نفسك وفاكت كمان. هي مش هتلقى احسن من عبد الله، فاهم؟ لا، عبد الله رجيه عايشة عمرها ما حبت عبد الله، ولا عبد الله حبها. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ الله يرحمك يا ست. الحدوته دي ما بترجعكش لورا شويه كده؟ ما تفكركش بحدوته زينب وعبد قادر؟ ايه؟ ما هي كمان غلبانة، لا حبته ولا كانت طايقاه ولا هو حبها، وتجوزه وعاشوا بالغصب. لا وأهل أكادة جابوا عيال. بس أنا حبيتك يا زينة. حبيت مين؟ لا أنت حبيتني ولا أنا حبيتك. إيه اللي أنت فيه ده؟ حبيت مين يا عبد قادر؟ أنت حبيت نفسك بس. أنت حطيت عينك عليا وقلت هاخد دي، خدت دي. ما حبيتش غيرك يا زينب، قلبي كان ليك انت واحنا صغيرين، ما عرفتش الحب. ما عرفتك انت يا زينب. حب ايه يا عبد قادر؟ ده انت طول عمرك يا راجل كيف الجناح المكسور اللي مش عارف يضمني. كنت كتف مخلوع ما اعرفش اتسند عليه، وعمر الكتف البايظ ما يعرف يضم حد. بعد عشة السنين دي كلتها طلعت انا اللي غلطان. انا كنت فاكر ان انا برضيك يا زينب، مشيت مشوار طويل طويل قوي، قعدت الف وادور ورجعت لنفس النقطه، انك ما رضياش.
ولا عمرك حضرني. النبي انت اللي هتجيب لي نقطة. أنا ما خبراش انت عمال تعيد وتزيد وتلك ليه؟ انت عمرك فكرت ترضيني؟ لا، انت لو فكرت ايه اللي يرضيني كان زمانك يد قوية كده تشدني لقدام، مش ايدك تشدني من ظهري وتحطني في الأرض. كان زمانك حضن بيلمني، لكن انت ما لمتنيش ولا تقدر تلمني. كان زمانك فكرت تبقى زي سليم، سليم اخوك يا اخويا، عايز تبص لفوق مش تنزلني سبع ارض، ولا زي زين اخويا اللي مخلي مرته ملكه. انما انت ترضي مين؟ حتى ما تعرفش ترضى نفسك. انا وكسه. ده انت قاسيه قوي يا زينه. كنت فاكر ان العشره والسنين هتخلق الحب اللي بيني. وهو كان في حب بيني؟ اقول لك انا بقى العشره والسنين عملت ايه؟ تصلك بتحلم. زودتني كره وقرف وقسوه وكل حاجه، فاهم يا عبد قادر؟ وخلص بقى يا عبد قادر، الليله فرح بيتك وادعي لها من قلبك يا رب تشوف لها يومين حلوين وتعيش عيشه احسن من العيشه الزفت اللي انا عشتها معاك يا عبد قادر. يا باشا انا ما كنتش موجود ومعرفش ازاي ده حصل. طب يا باشا لا مؤاخذه عشان عندنا ضيوف. انت اللي ضيف على الدنيا دي يا يحيى، بس انا اللي واقف قصادي انك تطرد منها. مش فارقة زكريا بيه، هبقى خدت منك أي حق برضو. مش الموت برضو حق ولا إيه؟ كلام أبويا اللي موقفني. بتخطف أختك يا يحيى. لا، أنت مش فاهم حاجة زكريا. ياسمين كده كده كانت هتتخطف، لو ما خطفتهاش أنا كان هيخطفها حد غريب. أنا خدتها عندي وحميتها، يبقى اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ صح إنك تقول لي مين اللي وراك. مين اللي وراك يا يحيى؟ مش فارقة، أختك ورجعت لك وأنا وحميتها لك. خلصانة؟ مش خلصانة يا يحيى، مش خلصانة. لولا إن أبوك موصيني عليك قبل ما يموت أنا كنت دفنتك هنا حي. سلاحك في إيدك يا زكريا، خلص عليا وقتي عشان وصيت ابوك بقى ولا كلام. وكل ده بالنسبه لي كلام في الهوا. ابوك لو عايز يقول كلمه عدله كان عدلها وهو عايش. عدلها؟ بس انت اللي مش شايف. الكره اللي انت اتربيت عليه عماك، الكره اللي انت جاي تكلمني عليه دلوقتي سببه ظلم ابوك، اللي انت جاي تدافع عنه دلوقتي يا زكريا، ومش هتبطل تدافع عنه. صحيح، طب بطلت تدافع عنه ليه؟ ده انت ابنه البكري، مع ان ابن البكري موجود. انت الكبير يا زكريا مع ان اخوك الكبير عايش. بقول لك ايه، لو عايز تقتلني خلص، لو جاي في صدرك كلمتين قولهم وانا سامعك. بس قبل ما تقولهم انا عايز انا وانت نبدل حياتنا يوم واحد بس، يوم واحد يا زكريا، وشوف ساعتها هتقولهم ولا لا. انا نفسي ابقى مكانك يا يحيى يا اخويا، بس انا عمري ما هبقى مكانك. وانت كان ممكن تبقى مكاني لولا الحركة الغبية اللي انت عملتها دي. بتمنى من ربنا ان الدنيا ما توقفناش قصاد بعض تاني عشان اقدر انفذ وصية ابويا الله يرحمه. بس لو ده حصل هتتمنى الموت ألف مرة مش هتنوله.
لأني مش هرحمك يا أخويا. عارف انا بحلم باليوم ده من متى يا عبد الله؟ ساعة ما وقعت على وش الدنيا وانت قلت لي اني حبيبتك وهبقى ام ولادك، كنت بحلم بيك كده وشكلك حلو كده البيت كان كله كهارب وزغاريد والنسوان كلها من كدب وبتحسدني عليك، بس الحلم اهو قلب كابوس وانا اللي متكادب. ما لقيتش الا اختي يا عبد الله، ده انا لو عدوتك مش هتعمل فيا كده، ده انا حبيبتك رجاي. عايز تموتني ليه يا عبد الله؟ رجاي انت حبيبتي، انت عارفه ان كل ده غصب، وبعدين انت عارفه كمان انك اغلى عندي من الدنيا كلها، وهي مساله وقت وراجع لك. والله هرجع لك. كيف الخشمه ترجع لمين؟ هتجمع بيني وبين اختي ولا ايه؟ انت فاكرني حد من رجالتك ولا شاريني يا عبد الله؟ بس انا عارف انت مش تعرف تعيش مع راجل غيري، صح؟ لا مش صح يا عبد الله، وحياتي اللي خلقني مهطول ضفري لو انت اخر راجل في الدنيا، وحياتي اللي خلقني اللي هبقى مع ست سيده، راجل تتحكى عنه مصر كلها، مش بس البلد، راجل بجد مش زيك يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللهم ألف بين قلوبهم وارزقهم السعادة في الدارين، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في الخير، اللهم آمين.